يقبشني الكحلي. استني. نعيما حبيبتي. الله ينعم عليك، وأخيرا سوا لآخر الحياة. الله يقدرني أسعدك، أكون جنبك دايما، رفيقك وحبيبك، والأهم من هذا كله جوزك. أنا كلني إليك، بحبك. أنا بحبك، الله يخلي لي إياك. وليه شو جوعانة؟ بتعرف قديش صار لي ما عم بقدر آكل مش الخرق؟ أسبوعين. الله وكيلك عملت لي رعب الخياطة مشان يجي على قياس الفستان. قضيتها سلطات وشوربات ولي، وإذا بدك مبارح ما عرفت حط لقمة بتمي. يعني أول ما حطوا الشوكة بتمي نادلنا على رقصة أو على صورة أو على ما بعرف شو. لك حتى الكيك ما تهنيت فيه. حبيبي ليه عم تدخن؟ ما تقعد تاكل. حبيبتي كلي انت، مالي نفس. مالك نفس؟ بأول يوم بشهر العسل عم تقلي ما لك نفس؟ لا لا مو هيك قصدي، بس مشغول بالي بكذا قصة. ما تاكل هم أي شيء، أنا جهزت كل شيء. أول شيء فردت الشناتي، بعدين حكيت مع الريسبشن مشان يأمنوا لنا شوفير بيعرف كل المناطق. باقي بس أنت تقرر إذا بدك نروح على أرواد ولا على الجبل. في بالجبل مطعم عم يقولوا إنه أكله كتير كتير طيب. خلصي فطورك وخلينا ننزل قبل ما تعتم الدنيا. على أرواد ولا على الجبل؟ عشان عشان؟ عماد ليش مالنا بقيانين هون؟ غير مرة حبيبتي، بوعدك غير مرة. غير مرة؟ ليش كم مرة الواحد بيتزوج بيعمل شهر عسل؟ لك أنت اللي بياخذك بتكون كل أيامه عسل. عم بحكي جد. حبيبتي روقي شوي، لأنه أنا فقت الصبح لقيت أمي بعت لي مسج على الموبايل عم بيبارك لنا وقال لي لازم أقطع إجازتي وأنزل على الشام فورا. أبوك بده إياك تنزل على الشام فورا. حلو. بصباحية عرسك بعت لك رسالة مشان تقطع سفرتك مع عروستك وتنزل على شغلك؟ غصبا عنه. اليوم حددت الجمعية أسبوع واحد لتسلم التراخيص، ولازم أنا أكون موجود. رهوفة حبيبتي، الله يوفقك، مرقي لي إياها هالمرة. بوعدك عوض لك إياها وقت أطول كمان. طيب كنت ما ربحت من نية المدير وأخذت إجازة؟ إيه مو مشكلة. هلأ بترجعي على البيت وبتتركني وبتقطعي إجازتك وبترجعي على شغلي. شوف لك يسلم لي الرايق أنا. إيه؟